السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناة مستر منتج. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا. ناس كتير في الفترة الأخيرة لقيتني بنزل مواقع اختصار روابط وكده. النهاردة مش الاستراتيجية اللي أنا قلت عليها، ولكن النهاردة حاجة مهمة بتوازي الاستراتيجية دي. في الفترة الأخيرة لاحظنا كمية مواقع اختصار روابط رهيبة في الويب العربي، في الانترنت العربي بالذات، مواقع اختصار روابط من كل حتة. الناس دي ليه بتشتغل في اختصار روابط وليه بتعمل مواقع اختصار روابط؟ خلينا نتكلم في النقطة دي قبل ما نبدأ في درس النهاردة. النقطة دي بتقول بكل بساطة وبكل اختصار ان مواقع اختصار روابط بتكسب فلوس كتيرة جدا. ببساطة، لما واحد يكون مثلا من امريكا يضغط ضغط على اعلان، الضغطة دي ب 14 سنت، لما تكون الضغطة ب 14 سنت، اما انت بتاخد من الضغطة دي، الضغطة دي لو احنا قلنا ان امريكا في الموقع ده ب 15 دولار، هتاخد سنت ونص. سنت ونص من التخطي ده، هو هياخد 14 سنت. ملاحظ فيه كم ضعف الربح اللي هو بيكسبه منك انت؟ كم ضعف؟ كتير جدا. فقيس ده على كل الدول. ببساطة اكتر، ان الربح في ادسنس اكبر من ربح اختصار روابط، فعشان كده هو بيكسب 3 اضعاف اللي هو بيخسره. يعني هو مثلا لو في الشهر بيدفع 1000 دولار كارباح للناس اللي بتشتغل في الموقع بتاعه، هو كسب 3000 دولار بس. ده يعني يعتبر يعني ده الربح المتوسط بتاعهم. يعني هو بيكسب 3000 دولار في الشهر، بيدفع منهم 1000 دولار للناس او 2000 دولار للناس، وبيكسب 1000 دولار. وده اقل حاجه على فكره في موقع اختصار روابط. عشان كده حلقه النهارده هنتكلم فيها عن ايه اللي انت محتاجه عشان تبدا موقع اختصار روابط خاص بيك انت. بدايه يا شباب، عشان تبدا موقع اختصار روابط خاص بيك هتحتاج بعض الحاجات. انا ما قسمتهمش النقط، ولكن هتفهمني واحده واحده. اول حاجه هتحتاجها هي مصمم مواقع. ده حاجه مهمه جدا طبعا. يا ريت لو اي حد هيعمل موقع اختصار روابط في الفتره الجايه ما يقلدش نفس بتاع سي ار ال، ما يقلدش كل المواقع اللي انا شرحتها في الفتره اللي فاتت بتعمل نفس الموقع ونفس كل حاجه. الناس دي مش صارفه، الناس دي ما بتصرفش فلوس، وده الوحش قوي في المواقع دي وبيخلي المواقع دي ما تنجحش. اتمنى يا جماعه اي حد يعمل موقع اختصار روابط يعمل حاجه جديده، شكل جديد، كل حاجه تكون جديده. عشان مثلا لولا ان موقع جيت سي ار ال شكله جديد ما كانش نجح النجاح ده. لولا كات سي ار ال كان شكله جديد، كان شكله جديد دلوقتي كل الناس بقت بتقلده، ما كانش نجح النجاح ده. اتمنى يا جماعه اي حد عايز ينجح في موقع خاص بيه بالذات موقع اختصار روابط يعمل شكل جديد خالص، تمام؟ يصمم موقع مش ينقل تصميم موقع. اتمنى تمشوا بالنصيحه دي. يبقى اول حاجه انت هتحتاج تاخد او محتاج انك تجيب مصمم مواقع يصمم لك الموقع ويكوده لك ويظبط لك الكلام ده كله. طبعا هتقول لي الموضوع ده ببلاش؟ لا طبعا، الموضوع ده غالي، وغالي جدا، وغالي جدا جدا كمان. يعني ممكن التصميم المواقع ده يوصل ل 200 دولار و100 دولار و300 دولار و400 دولار على حسب طبعا المصمم نفسه. فالموضوع غالي، ولكن ده طبعا هيجيب فلوس بعد كده اكتر بكتير من اي حاجه تانية. وبرده هنتكلم في النقطه دي وهنرجع لها مره تانية. خلينا نتكلم في تاني حاجه، هتحتاج استضافه مواقع عشان يعني النيم بتاعك هيبقى ايه في الموقع وتعمل له الاستضافه. النيم بتاعك او اسم الموقع بتاعك لازم يبقى فريد من نوعه. لا ما يعني يا ريت والنبي بلاش كلمه يو ار ال في الاخر. كلمه يو ار ال دي اتهرست خلاص، كفايه. بلاش كلمه شورت لينكس دي عشان برضو اتهرست. بلاش كلمات كتير قوي اتهرست يا جماعه. بلاش تقلدوا اي اسامي مواقع تانية. يعني ما تعملش جيت سي ار ال 2 جيت سي ار ال 5 والكلام ده، الكلام ده بيخلش مع الناس. اتمنى بس تعمل اسم كده يشد الناس، ومش لازم يكون بيتكلم عن اختصار روابط، لانك كده كده هتعلم بعد كده وهيبقى الموقع واضح ان هو اختصار روابط. حتى لو مش هتكتب حاجه لها علاقه باختصار روابط في اسم الموقع، حاول تخليه فريد من نوعه. مش اسمك طبعا، يعني ما يكونش باسمك، ولكن تحاول تخليه حاجه حلوه. مثلا اخر موقع انا شرحته كان اسمه دوت لينك دوت مي، ده اسمه كويس، اسمه يعتبر جديد. حاول تجيب حاجه جديده يا شباب، بلاش والنبي انك تقلد اي حاجه تانية او اي موقع تاني. ده برضه هيسبب في ان الموقع بتاعك ينجح بشكل كبير جدا لما يكون شكله جديد واسمه كمان جديد. تالت حاجه طبعا، وهتحتاج صاحب محتوى، هتحتاج حد يعمل لك اعلان للموقع بتاعك. هتقول لي انا ممكن اعلن؟ انت شخصيا ممكن تعلن. هتقول ان انت شخصيا ممكن تعلن، يعني هقول لك ممكن تعلن عادي جدا، ممكن تعمل قناتك على اليوتيوب وتعلن عادي جدا، تعلن على الفيسبوك، تعلن على الكلام ده كله، تمام؟ انت ممكن تعلن، ولكن لحد امتى؟ انت هتحتاج حد يكون عنده قناه يوتيوب محترمه كويسه فيها عدد مشتركين كويس، تبدا من 10000 وانت طالع، وهتدي له طبعا فلوس عشان يقدر يعمل لك اعلان كويس يليق بالموقع بتاعك ويليق بالقناه بتاعته. متكلمش على القناة بتاعتي طبعا، اتكلم على اي قناة يعني. المهم، فالموضوع ده مهم جدا يا شباب، انك لازم تعلن الموقع بتاعك في كذا قناة، على الاقل 5 قنوات كويسين. رابع حاجة، هتحتاج طاقم عمل. هل هتحتاج تدفع الناس فلوس وكده عشان الناس تشتغل معاك؟ لا لا لا،
ما عمرك ما هتحتاج حد اصلا. انت ممكن تخلي والدك ووالدتك واخوك مثلا يشتغلوا معاك بكل سهوله، لان كل اللي هم هيعملوه هو ان هم هيدفعوا فلوس للناس، بس مش هيعملوا حاجه اكتر من كده. لو بتدفع دفع يومي هتحتاج بس الناس تدفع لك الفلوس بس، وهو الموضوع كله عباره عن انك بتحدد الفلوس وبتحطها، بتحدد الفلوس وتحطها. اما انك ازاي تحط الفلوس في الرابط او يعني في حسابك على باي بال، في فودافون كاش والكلام ده كله، انت ممكن انت تعمل الكلام ده بنفسك عادي جدا، ولكن الباقي كله سهل. يعني بالموبايل ممكن تنقل الفلوس من فودافون كاش لمحفظه اي حد تاني فودافون كاش، ممكن تنقل الفلوس من الموبايل باي بال لباي بال تاني، ممكن تنقل الفلوس من اي حته لاي حته تانيه، ومحتاج واحد كمان ياخد باله من صفحه الفيسبوك، برده الموضوع يبقى سهل. بعد كده لو حبيت انك تطور من نفسك والموقع بدا يجيب فلوس، ممكن ساعتها تجيب ناس تشتغل معاك تكون احترافيه اكتر، عشان طبعا يعني ما تضايقش الوالد والوالده اكتر من كده. فاعتقد انك في البدايه ممكن ما تحتاجش ان حد يشتغل معاك، حتى انك ممكن تعملها لوحدك يعني، تمام؟ وده برضو ميزه كبيره قوي في ميزه مواقع اختصارات بالذات، يعني ممكن تشتغل فيها لوحدك. حاجه كمان بقى وطبعا مهمه جدا هي الفلوس. انت لازم يكون معاك فلوس، فلوس هتجيب بيها الراجل اللي هيعمل لك الموقع، فلوس هتعلم بيها الكلام ده كله. هل هتدفع كام بقى في كل ده؟ هتدفع كام في كل ده؟ هنحسبها واحده واحده. لو قلنا انت هتعمل موقع كويس، مش هنقول جامد قوي 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 ومش هنقول ضعيف قوي، قول هيكلفك من 100 ل 200 دولار، تمام؟ تمام. ما تستغربوش تمام من الاسعار، يا ريت الناس بس اللي بتتفرج ما تستغربش، لان القالب سعر القالب الواحد ممكن يوصل ل 200 دولار او 100 دولار. القالب الواحد اللي انت اصلا بتلاقيه في اي حته في اي مدونه تدور على قالب المحترف 2018 والكلام ده كله، الحاجات دي يا شباب لا، الحاجات دي لا. الناس اللي بتقول لك ممكن تعمل اختصار رابط ببلاش وتبدا تكسب فلوس، انت ممكن تعمل كده، ولكن بيبقى في باك لينكس، بيبقى في حاجات كتير قوي 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 في القوالب اللي انت بتشتري او اللي انت يعني بتاخدها ببلاش. الحاجات دي بتبقى غلط يا شباب. اتمنى اي حد ما يعملش حركه زي دي، ويا ريت يعني لو هتطور من نفسك ويبقى عندك موقع اختصار رابط كبير، هتضيع نفسك لو خدت قالب من موقع اجنبي او موقع عربي. اتمنى انك ما تعملش حركه زي دي، وانك تشتري قالب بفلوس، حتى لو تدفع عليه فلوس كتيره جدا، ولكن هيفيدك بعد كده وهيبقى حاجه مهمه جدا بعد كده، يعني ده اللي هيكمل معاك. فحاول باي طريقه انك تشتري قالب كويس بس، فهيكلفك من 100 ل 200 دولار. لو هتصنع الموقع برضه هيكلفك في حدود 100 ل 200 دولار. انا عندي واحد صاحبي يقدر انه يصمم لك الموقع ويعمل لك الكلام ده كله بسعر جميل جدا وكويس جدا، وكان قال لي يعني في حدود ال 600 جنيه 700 جنيه، اللي هو في حدود 440 دولار، في حدود 40 دولار او 45 دولار في الحدود دي. وده طبعا سعر كويس جدا مقارنه بالبره. ما اعرفش الصراحه شغله وشغله كويس، ولكن يعني انت شوف لو عجبك كمل، ما عجبكش انت ممكن تجيب اي حد على مزاجك. يعني بس بقترح عليك مش اكتر على حاجه رخيصه وحلوه، بس انا بقترح عليك. هسيب لك الايميل بتاعه اسفل الفيديو، حاول تتفق معايا يعني. يبقى كده ده تصميم الموقع. نروح عند الاعلانات، هتعلن بكام وعند مين؟ خلينا متفقين ان اقل مبلغ انت ممكن تعلن بيه هو 10 دولار، من 10 دولار لحد 100 دولار 50 دولار في الحدود دي، يعني انت براحتك انت وحسب القناه انت هتعلن عليها. لو مثلا قناه من 10000 مشترك وانت طالع لحد 15000، ممكن تاخد من 10 دولار ل 25 دولار، على حسب برضو القناه، على حسب مشاهدات القناه، وعلى حسب كام ريفرال القناه دي بتجيبها. لو قناه من 20000 وانت طالع ممكن تاخد لحد 50 دولار، على حسب برضو اللي القناه بتجيبه. لو حابب اقترح عليك بعض القنوات، يعني مثلا في قناه المحترف المصري، مابرو المعلوميات، ذات كوليدج كريم، مستفيدون، قناتي، في قنوات كتيره جدا لهم يعني شباب. فالقنوات دي كلها بتاخد من اسعار كويسه جدا اعتقد، يعني اكيد انت مش تروح لامن المعلوميات تقول له عايز اعمل اعلان، هياخد منك فلوس كتيره جدا توصل ل 200 دولار يعني. فدول الناس اللي هتفيدك حاليا طبعا لو انت بتبدا لسه في موقع اختصار رابط. فاعتقد ان هي دي الحاجات اللي انت ممكن تدفعها، يعني تدفع مثلا من 100 ل 200 دولار في الموقع نفسه، تصميم الموقع، وهتدفع مثلا قول 100 دولار او 150 دولار او قول 200 دولار لو انت هتعمل اعلانات كتير يعني على الاعلانات. والموقع ده يعني لو انت عملت كده هيحقق لك في الشهر الواحد اكتر من 5000 دولار، وده مش رقم خيالي يا شباب، والله العظيم الموقع ده ممكن يحقق لك اكتر من كده 100 مره. شوف انت دفعت كام وشوف انت هتستقبل كام. انت محتاج تعمل كام مسابقه، محتاج تشد الناس شويه، انت بقى وذكائك وانت وطريقتك وانت واستراتيجيتك في الموقع ده. لكن صدقني الموقع اختصار رابط لو انت يعني صاحب الموقع بتكسب فلوس حلوه جدا. فاتمنى الناس اللي معاها فلوس وعايزه تستثمر في حاجه، فدي حاجه حلوه جدا انت ممكن تستثمر فيها، هي مواقع اختصار الرابط. وبس كده، دي كانت حلقه النهارده، اتمنى تكون عجبتكم فعلا. يا ريت لو عجبتك تعمل لايك وتشترك في القناه لو كنت مش مشترك من الدايره اللي قدامك دي، وشوفني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.